السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زيد. اليوم الحصة تاعنا وهي المباراة اللي قال لك مارسي، قال لك من، قال لك فرنسا، قال لك من يحوسوا يلعبوا في فرنسا. اموال صوالح، كاين بزاف تحويل اموال، بزاف صوالح، كاين بزاف امور يعني اللي انت وانا نتجاهلوها، لكن الناس عارفين شتا كاين. يعني هذه هي وين سابقه لمن نعاود نولوا للمنشور اللي داره حسين جناد لو 3 جوي، داره لو 3 جوي هذا المنشور. يعني لو كان خاطش على خلي يعني هما على الناس تسيبهم جايبينها مور هذو، تسيبهم مور حسين جناد ولا رفيق واحد ولا يتكلموا الحقائق، يكشفوا حقائق للناس ما تبغيش وينسلوهم باش يعايروا الناس. هذول مسؤولين باش يعايروا، مسؤولين تسيب لي باطار هذو تسيبهم يعايروا في الشوبير ولا في الشيخ ولا 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 في رفيق وحيد، رضا عباس، جناد، يعني ولا اي من كيما شفناهم كانوا يقول لك شاهد معطاوي يقصف منا، معطاوي دار فيديو يشكر في الحاج دارو على معطاوي، قال لك معطاوي يعني جبدوا له ماشي جبدوا له كاع. حنا نعاودوا نولوا منشور وين دايره حسين جناد، ويسبق لما كان المنتخب الوطني يستقبل منافسيه محليا، يعني تنظيم مقابلة تشرف عليها الاتحادية والمديرية الشباب والرياضة، وكل ترتيبات تتم بدقة منتهية وبدون مقابل. لكن منذ مدة ليست بالبعيدة أصبحت مقابلات تقام في البليدة وتنظمها يعني تنظيمها تشرف عليها مؤسسة مقرها في دولة الخليج. يعني علاش أنا كنت عارفوا عليه بوقرة، عليه بوقرة، مش بوقرة مش قضية تاع بوقرة، مش قضية تاع مي جاب لاكوب ولا لا، بوقرة قضية تاع نهار اللي ما بغاش يروح لعب في بولوغين وما بغاش يروح يدير التحضير في قطر. بقرة هذه هي بقرة، هذه اللي خلاته يعني مقدسين يزعفوا عليه، مقدسين يعني من ما بغاش بقرة، بقرة ما بغاش بقرة. وعلاه نقول على رانا نقولوا بلي بقرة وطني، بقرة ما بغاش خسارة. انت تروح فماك علاه نروحوا لقطر، علاه ضروك مشى باغي يلعب في قطر، علاه بقرة ضروك يدير تربصات هنا ولا يروح لتونس بصح راه ساكت. على رانا نقولوا بلي بوقرة راه ساكت على امور خطيرة، راه ساكت ماشي بخاطش عليه. بوقرة ماشي من الناس اللي ينشروا يعني على جال المصلحة تاعو ينشر غسيل الجزائر للعلان، كيما نروحوا صوروا ستاد على جال المصلحة تاعهم، على جال المصلحة تاعهم يعني يوسخ لك الجزائر على جال المصلحة تاع واحد ولا زوج تاع الناس. علاش عندنا يوسخوا الجزائر على جال المصلحة، يتهموا ناس بالخيانة على جال المصلحة تاعهم. هذه يتهمك انت بالخيانه، يتهمك يقول لك هذا خاين بس على جال المصلحه تاعه ماشي على جال الجزائر. هذه هي الناس، هذه اللي الناس لازم تعرفها. يعني وين تشرف عليها يعني وين كاين وين اصبح يعني، لكن منذ مده ليست بالبعيده اصبحت مقابلات تقام في البليده وتنظيمها تشرف عليها مؤسسه مقرها في دوله الخليج في قطر. وحتى يعني وين قال لك وين نعاودوا نقولوا شادار، وقال لك حتى وين ايتو لما زار منتخب بلاده الكاميرون في الجزائر في اخر مره منحوه هاتف نقال ذو جوده عاليه جدا، وبعد افتكاكه تاشيره التاهل وهو يغادر الى بلاده طلبوا منه ان يعيد لهم الهاتف النقال، وقالوا له بالحرف الواحد الهاتف ملك لشركة أجنبية مشرفة على تنظيم مقابلات. فابتسم ضاحكا وأعاد لهم هاتفهم النقال، ولسنا حال ولسانه حال يقول ماذا يساوي هاتف نقال أمام تأشيرة التأهل للمونديال. المهم من يعرف الاسم الشركة الأجنبية ومقرها في دولة قطر يدلنا على اسم واسم صاحبه، على اسمها واسم صاحبها. وعظم الله أجر الاتحادية التي عشعش فيها الفساد بعدما أحلتها مفسد وإن احتلها المفسدين ونهبوا الأموال بطرق ملتوية. هذه باش يكون على بالكم، خاطش علاه
لازم نحضروا الصوالح، خاطر كاين اللي يقول لك حسين جلا، حسين جلا كاع كاع الصوالح كاع الحصري، وقال لكم باللي غادي ما تلعبوش في مارسي بسيمانه، قال لكم ما غاديش يقبلوكم في مارسي، قلتوا في لوهار دار فانيك باين، قال لكم ما يقبلوكمش فانيك. هذه وين نهضر على تتويج تاع بنزيما يعني بسيمانه قبل فانيك. الناس اللي عندهم مصادر، هذو الناس اللي عندهم مصادر، مش انا مانيش نزكي فيه ولا حاجه، معروف نزكي فيه، بصح هذو الناس يعني وين صبحوا يحاربوا فيه بطرق يعني ما تصورهاش العقل، يعني المهم حاربوه، المهم يحوسوا يوسخوا حسين جنان، اي وسخوا حسين جنان، اي نعايروا حسين جنان، بصح ما عندكش خاطر على الايام والزمن والوقت يعاود يردوا الحقيقه. وهذو صوالح يا ودي، هذو صوالح راهم كاينين، راهم كاينين، راهم عندهم ناس عندهم وثائق، ناس عندهم وثائق، ناس ما يستهدر غير هكا. نتوما انا بقى مخلوع، تجي تايا واحد من اللي باطار هذو، تجي تكذبني ولا تكذب واحد ولا تكذب حسين، هات ادله، هات ادله، ماشي تهدر غير هكا باش تهدر، ماشي تهدر باش تضحك غاشي ولا تتهم واحد ولا لا، هات لي ادله، اي هات لي كذبني بالادله. انا راني نقول لكم باللي نتحداكم، انا شعارة ويرا تا ذاك مؤمن تاعكم راه يقول لكم باللي عوار عنده باسبور، لا روسي عنده باسبور، راني نقول لكم، انا قلتها لكم قدامنا ينطقها هو، قلنا لكم قدامنا ينطقها. انتوما كي تجوا تكذبونا جيبوا ادله. انا كي راني نقول لكم انا نتحدى هذا المدرب تاعكم، والله ما هدر ما عوار، نضربك نزيد فريقكم، نقول لكم نضربك لليوم، يعني كل خطره نقول لكم لليوم، مازال ما هدرش معاه باش يكون على بالكم. هما ماشي هو رسل الاتحاد، رسلت وسطاء، المدرب قال انا ما نهدرش معاهم حتى يطلبوا الاعتذار. مين اعتذار؟ مين اعتذار؟ انا تبغوا نقول لكم شكون اللي راه يجيب يعني فئات الناس، الناس يتعاين في المدربين تاع الفئات الشبانيه، بصح شكون اللي يتحكم وشكون اللي يجيب لهم اللعابه من الوكاله تاعهم، وكاله اللي هما ناشئينها باسماوات وهميه، وهما ناشئين، هما اللي نشؤوا هذه الوكالات، واحده في باري واحده في قطر، واحده في باري واحده في قطر. تطرطق ما تطرطق يا حسره، ما تقول كي باقي عقلوا شنو نقول لكم، برك كاين زوج وكالات، وكاله تاع ولد زتشي هذيك صح يخدم النادي تاعهم، بصح كاين وكالات وحدة اخرين يعني راهم يخدموا باسم ليكيب ناسيونال، فيها يخدموا يعني باسماوات وهميه، واحده وكاله في باري محطوطه على مراه، وواحده في محطوطه على في فانيك على واحدة اخرى في قطر تاع باري محطوطه على مراه، وتاع قطر محطوطه يعني راكم عارفين شكون مسيو شعبان، كي تعرفوا ذا شعبان غادي تشبعوا مليح، تتقرعوا، غادي تكون شبعتوا وتقرعتوا، يفور الوقت يجي بها، الوقت يجي في وقته، عاودي كون كاش حاجة غادي تجي بلا وقت، كلش يجي في وقته، كلش يجي في وقته. حتى أنا نشوفو بلي يا ودي راك تشوف كيفاش، راك تشوفها، راك تشوف الجزائر تشوف الأمطار بالكاشف، مناه رجعوا الناس منافقين، الناس ما يأمنوش تعطيه الحقيقة، ما يأمنكش تنصح فيها الحقيقة تاعو، أنت ما يأمنكش، يأمن كذاب، مازالوا يكذبوا عليكم. واحد قال لي الاتحاد الافريقي الاتحاد الجزائري راه يتفكر في الشعب اللي البارتيه باللي اختصبوكم انتوما. واحد كتب لي قال لي شوبير، قال لي انت راك مع البارتيه تعاود ولا ما تعاودش؟ يا ودي ما تتعاودش البارتيه، انا نقول لك البارتيه ما تتعاودش، الناس يضحك عليكم، الناس بيجروكم يا مات برك، يا مات يا مات، هذا مكان ناس راهم يجروا فيكم يا مات. هيا هاي يروحوا يصوروا لنا، يدوا مليونيه، يروح كيسموه مشاكره، ويروحوا هيا يروحوا فماك ويدوا ذاك بو كلبه، ويدوا هذوك اليوتيوبر هذوك اللي باطار هذوك، يروحوا هيا يروحوا يصوروا روحهم وكلش. هيا ها قال لك نروحوا الفان اليوم، الفان هيا شعب الواحد فما، قولوا لنا شعب الواحد راح ذاك المخنث، راح ذاك بو كلبه، راحوا ولا يقول لك باسيط بنا يا ايطو، مالكم يا ودي؟ ما كان والو، الناس تكذب عليكم، عايشوكم في الخيال. انا بقيت مخلوع، واحد قال لي شوبير، قال لي انت راك مع البارتيات تعاود، يا ودي انايا انا نهار اللي خسرنا البنتنا في مارس قلت لك البارتيات تربح، صحيح البارتيات تربح، خسرت انت هنايا، انت راك مهبول، انتيا يعطوك انت غير هكا يعطوك بارتيا، والله لكم حاسبين سهله زعما، كي هكا عادي نورمال يعطوك بارتيا، يحشموا منا غادي يحشموا منا، طقت يحشموا منك.
عطونا اعجاب كومنتير بارطاجو لنا الفيديو واللي مشي ابوني معنا ابوني معنا تبقى دائما معكم جديد صحيت وخاطي.